السلام عليكم، معكم محمود من قناة رواء لايف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، كيف يقيم البشر والحجر في روسيا؟ إزاي بيقيموك كبشر؟ صباح الخير الأول، أصبحنا أصبح الملك لله. التقييم يا باشا بيبقى رقم واحد ويمكن حاجة أساسية على طول بيسألوها أي واحدة لسه بتعرف على واحد، حتى واحد لسه في البيزنس جديد ويحاول يعرف نفسه للناس، فأول حاجة بيسألوه عليه ككم أبرازافانيا، الأبرازافانيا اللي عندك، إنك أنت عندك المؤهل بتاعك إيه؟ حاصل على إيه؟ هيقول عندي كذا كذا كذا، في ماجستراتورة، في مش عارف بكالافر، أي حاجة انت عليها بيقيموك على اساسها. دي رقم واحد. رقم اتنين، المظهر الخارجي، اللبس. دي حتة مهمة جدا بالذات في العواصم. شايفين الراجل الجميل ده ولا ست دي ولا مهم بابا يوجا. تاني حاجة اللي هي بقولك اللبس والمظهر، دي طبعا بتختلف بقى من العالي للواطي. يعني في مثلا ناس اثرياء ولكن لبسهم بسيط جدا، في ناس اثرياء وبيعرفش يلبس، يلبس اي كلام، معروف عنه ما بيعرفش يلبس، هو مشهور عنه كده وخلاص وراضي عن نفسه والناس راضيه عنه وخلاص. وفي ناس مثلا مظهرها الخارجي كويس جدا ولكن يعني على قد حاله. فده تقييم مهم جدا بقول لك بالذات في المدن الكبرى والعواصم. عندنا تقييم ثالث او المستوى الثالث من التقييم، وهو How to represent yourself. هو ده موضوعنا النهاردة، ازاي بتقدم نفسك للناس، كيف تعبر عن نفسك، تتكلم ازاي، لغتك عاملة ازاي. لان زي ما قلت لك ممكن يكون ناس هي صعبة بس موجودة، يعني ممكن يبقى حد معاه مؤهل كويس وبيلبس كويس ولكن بيتكلم مش كويس، بيتلعثم، بيقول الفاظ مثلا بذيئة تعلمها في ظروف معينة في حياته، عموما مش شخص اجتماعي، حاجات كتيرة ممكن تعرقلك رغم انك معاك مؤهل كويس وخبرتك في البيزنس كويس او في خبرتك العملية ومظهرك كويس. تهتم بقى بتحلق دقنك، بتظبط شعرك، بتعدل الكرافات كده. في ناس تبقى تحب الكرافات تبقى معوجة كده، لا ربطة الكرافات يا جماعة ليها كده زي ما تقول ايه، حسب انت رايح فين. يقولك لو انت رايح تقابل معاد غرامي مش عارف تعملها ازاي لازم تبقى رفيعة أو سامباتيك، لما تبقى رايح معاد بيزنس ولا بتاع يقولك خليها تخينة. في ناس يقولك لا العكس، فكل واحد ليه وجهة نظره وفي الآخر هي ربطة عنق. نرجع لموضوع طريقة الكلام. أحيانا طريقة كلامك أو الفيربلز اللي انت بتستخدمها هي اللي بتعبر عن شخصيتك، وينسوا بقى عارف انت انك انت متسرب من الإعدادية، وينسوا ان انت لابس جلابيه، وينسوا كل حاجه انت عليها بس عشان كلامك. والعكس بالعكس، لو انت لابس احسن الازياء ومعك اعلى الدرجات العلميه ولكن ما انت شخص اجتماعي، كل ده بيتردم عليه للاسف. هي دي روسيا. الأبرازافانيا مهمه جدا. في واحده ممكن تتوقف فورا عن الكلام معاك لما تعرف ان انت مؤهلك مش قد كده. ليه؟ لان معظم الناس بتتكلم بشكل واحد، شكل متوسط اللي هو بيعبر عن نفسه بشكل كويس، مش وحش ومش متميز. شايفين الشكل ده؟ ايه رأيك؟ ابداعات ورسومات. فبقولك معظم الناس بتتكلم بيعبر عن نفسه كويس، مفيش اي مشكلة، ولكن ما هوش متميز، نيوترال كده في حاجة لا يمين ولا شمال، معظم الناس كده. فأنا يعني كلام النهاردة حاول تكون متميز. على فكرة النهاردة يعني بقى إيه، داخلين على الصيف، فمثلا الناس اللي هي طلبة المدرسة أو طلبة الجامعة بيجوا قدام الأبشجيتي بتاعتهم ويبتدوا ينظفوها، بيعملوا كده نوبة نظافة، بتلاقي شباب وأطفال البلد كلها عمالة تنظف. وهتشوفوا ورايا بعد حوالي 10 ثواني الناس ورايا ازاي بتنظف، ولاد بنات ما بتفرقش كله بينظف. يعني هرفع الكاميرا اهو دلوقتي علشان يبان في الكادر في الخلف
ان في ناس اهي الناحيه دي ورا بتنظف، ولسه قدامي في 3-4 بيقوموا بعمليات تنظيف الارض وتظبيطها، وليهم القائده بتاعتهم اهم. ما دول كلهم بنات، مش عارف بقى دي مدرسه بنات، مفيش حاجه اسمها مدرسه بنات على فكره. المهم بيظبطوا الارض وماسكين المعاول، لسه في تلج اهم. فما في ناس تهتم بحاجه واحده فقط، يقول لك بص انا ركز على اللبس والحركات ومش عارف ايه وخلاص. البادي لانجوج مهم تظبطه ماشي، يعني في ناس مثلا بتتكلم كويس ولكن حركاتها كتير، فلا اراديا بتلاقي الناس في اي برزنتيشن بيبصوا على حركاته وما بيركزوش في كلامه، فحركاته تنفرهم، يقول لك لا لا مش راقي، او هو بيعمل كده ليه. كل التساؤلات الذهنيه عند الناس الطبيعيه يقول لك هو بيعمل كده ليه. وانا بقول لك الناس الطبيعيه، لان الناس اللي فوق طبيعيه او الناس كويسه قوي ما بتهتمش باي حاجه الا انت بتقول ايه يسمعوك. الناس العامه العوام للاسف يقول لك بص شوف جزمته مش نظيفه ازاي. على فكره يعني موضوع نظافه الحذاء ده حته عاليه جدا عند الروس، ما ينفعش حتى في الطينه في البهدله ما ينفعش تلاقي حد كده رجله او لابس حذاء الله يعزكم ملوث او مش نظيف، لازم يكون من فوق كده نظيف جدا، يعني من تحت بقى هنعمل فيه ايه الدنيا طين. بس انا قصدي يعني ايه الحذاء من متلمع بيبرق، يعني تركب او ابسط مثال تركب المترو في روسيا ولا في بيلاروسيا ولا في اوكرانيا، وتلاقي في اي مدينه روسيه حتى مش في موسكو بس، تلاقي الناس كلها احذيتها نظيفه. نظفوها امتى؟ بينظفوها كل 5 دقايق. دي حقيقه. معانا بتاع كده صغيره اللي بتنظف الحذاء، اللي هي بتبقى في اللين كده او سفنج، اللي هي بتاعت تنظيف الاحذيه دي، بتبقى في احجام منها كتير بقى، انت صغيره كبيره بتبقى معاك في الشنطه معاك في جيبك، كل شويه تروح ايه مدي وش للحذاء يتلمع، فتفضل باستمرار بتلمع. وبكده يعني كل ما تلاحظ حاجه تنظفها اول باول. ففي ناس يقول لك انظفها وتتوسخ تاني، لا ده الناس الكسلانه بقى، هتنظفها كل 10 دقايق كل 5 دقايق ما عادي، افتحها هي ليها غطا وبتاع، تفتح نظف وحطها في جيبك تاني وانتهينا، وهي الحياه ماشيه كده. ما تسالنيش بقى اي تفاصيل تانية، لما تيجي تعيش هنا هتعرف وتتعود وهتبقى بالنسبه لك مش ازمه. نرجع تاني للاشياء اللي بيقيم على اساسها الانسان. انتهينا باخر نقطه او النقطه الثالثه اللي هي انت بتتكلم ازاي او بتعبر عن نفسك ازاي. في حاجه رابعه، بس عدي الشارع بس الاول واقول لكم الحاجه الرابعه. يا رب احنا الصبح بدري، بس يعني ايه فاضل 3 ثواني لازم اجري، في 3 ثواني وصلنا الحمد لله. المهم بسطة اعلانات الاغاني والحفلات باستمرار في المدينه. اوكي كنت بقول لكم الحاله الرابعه، الحاجه الرابعه اللي بيقيموا الناس على اساسها. انت ساكن فين؟ الريجستراسه بتاعتك فين؟ فتقول لهم انا في موسكو. فين في موسكو؟ يقول لك والله في ليوبيرتس ولا في فيخنا. غلبان يعني. لا انا في موسكو. يا عم في موسكو مش في موسكو. تقول لهم انا في يعني من غير ما في حتت مثلا بعيده قرب ريزان، وفي حتت بعيده كده قرب فلاديمير، والناس يقول لك احنا موسكو، بس هي دي ضواحي موسكو بس ما رحناش بعيد، واسمها ضواحي موسكو ما مش عيب. يقول لك انا ساكن في موتشي، فموتشي دي مثلا حته فيها وفيها حتت غلبانه وفيها حتت، ده يا ريت تعرف تلاقي لك ايجار شقه في موتشي حتى دلوقتي خلاص غليت وعدت بتاع. المهم ده مثال يعني. فكان زمان يقول لك ده ساكن البنت اللي من موتشي دي اللي مش تمام دي فكان بالمكان السكن. فدي برضو حاجه يعني تقييم انا مش بحبه قوي ولكن موجود، ان انت ساكن فين. لو انت اصلا ما مش في موسكو يقول لك اللي هو من كازان ده، اللي هو من كراسنا يارسك ده، برضو الصق معاها من اين انت، اصلك منين.
فواحد يقول لك انا من ستافروبول مثلا، فلاح يعني، اهلك فلاحين. فدي النقطه الخامسه، اهلك عيلتك دي حته يمكن ثانويه ما بتظهرش في اول مقابله مع حد بتعرف عليه، ولكن لازم هتيجي في وقت من الاوقات، ويا تيجي يا ما تجيش، هي بظروفها بصراحه يعني، في ناس تسال في ناس لا. فلو هيسالك يقول لك هو عيلتك بقى ايه، لو انت روسي يعني بالذات روسي، العيله بقى شغالين ايه، موجودين فين، عايزين نتعرف عليهم بقى ونشوفهم وبتاع. فتبقى الدنيا بالنسبه لبعض الناس محرجه، يقول لك يا عم امه واحده فلاحه من الارياف مثلا، فبيبان من لغتها من اول قعده بيبان. واحد برضو والدته او والده راجل محترم جدا ووظيفه كويسه، لكن برضو ايه من الارياف او من حتت نائيه او كده. فيبقى النظره للاسف بعض الناس، للاسف بقول، مهما كان الاب راجل محترم بس من الارياف، فبيقللوا شويه من تقييمهم للشخص. فواحد يقول لي طب ما كده تقريبا زي عندنا، بيقيم كل حاجه. ما فعلا هو فعلا كل حاجه زينا، بس الفرق في الاولويات فقط، وكذلك هذا الطريق عندما نعبره. فاضل 3 ثواني فقط. فمنين ما تروح ولا تيجي هتلاقي دايما هذا التفرقة، هذه التفرقة او هذا الميزان اللي بيزنوا عليه، انت منين، اهلك مين، شكلك ايه، بتلبس ايه، بتتكلم ازاي. واهم حاجة واول حاجة الابرازيفانيا، الابرازيفانيا ان انت بقى عندك سواء ماجستير او كده، انت كمان شغال فين، ما دي مرتبطة بيها، انا ما نسيت اقولها، ان انت مؤهلك ايه، شغال فين، دي حته مهمه جدا، يمكن اهم حاجه واخطر حاجه في موسكو وبيتر وكييف. ربنا يفك ازمه اوكرانيا قريبا ان شاء الله، والحرب تخلص على خير، ويبقى في اوكرانيا بعد الحرب، عشان في احتمال ما يبقاش في اوكرانيا بعد الحرب للاسف. المهم، فهي دي كانت المعلومه بتاعت النهارده، يا رب تكون استفدت ويكون المعلومه واضحه والكلام واضح. وقلتهم لك بالترتيب حسب الأولوية، وحسب هتسمع السؤال عن الحاجة دي رقم كام، السؤال الأول، تاني، تالت، الرابع، خامس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.